مشاهدينا، مع كثرة الرسائل ومتابعة أهم الأحداث اتصلنا عدة روابط لمقاطع فيديو أو تغريدات أو حتى صور، ولأن طبعا النفس البشرية فضولية ودافع المحرر شدت عليه يمكن نور هني، يتم طبعا فتح أي روابط لمعرفة التفاصيل. صح. وللأسف بعض هذه الروابط ليست آمنة وتسبب أذى للكثيرين. أي صحيح، الواحد ساعات يعني بالغلط أنه مثل بدافع فضوله انه يفتح. اقول لك صح، ان ساعات الانسان يصير عنده فضول ويدخل في موضوع في اختراق. وطبعا يعني تطورت طرق النصب وتعددت، والمعلومات اصبحت مهمه كاهميه الاموال. للاسف بعض ضعاف النفوس يستغلون هذه الطريقه في الاستيلاء على المال تحديدا، ولازم يعني نحمي انفسنا من التعرض لهذه العمليات. تمام. المستمره. لابد من التوعيه بالتعامل مع الامن مع حالات الاحتيال الإلكتروني. خلونا نتابع هالتقرير ونرجع من ثاني. مع تطور التكنولوجيا ابتكرت طرق جديدة للنصب والاحتيال من خلال اختراق مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. في طرق الاختراقات عادة يتم إرسال رابط معين، هذا الرابط يرسلك إياه يكون شخص مقرب لك، يكون او شخص انت واثق فيه، فيقول لك تعال احنا فتحنا جروب مثلا معين جديد او مجموعه جديده، فاضغط على الرابط. مجرد ضغطك للرابط انت ياخذ الفول اكسس على الكنترول على الحساب مالك. فانت اذا شلون اوعي نفسي من طريقه الاختراق هذه، ان اول شيء اذا كنت انت غير متوقع الشيء هذا من صديقك او يكون واحد قريب منك، لا تضغط على الرابط دايركتلي. فاذا هو اتصل عليك وقال لك ترى انا مسوي جروب، اضغط على الرابط او افتح قاعد تدش ويانا بالجروب هذا تقدر تدش وياه. اما شيء غير متوقع لا تتفاعل معه دايركت. لحماية بياناتك من القرصنة، سجل خروجك بعد انتهاء وإجراءات عملياتك المالية والشخصية مع تفعيل التحقيق من الهوية ذات الخطوتين. بشكل كبير انتشر بالآونة الأخيرة تطبيق الواتساب وأهميته، وكذلك أنه صار من البرامج الأساسية اللي نستخدمها في حياتنا اليومية. لذلك صارت في أكثر معلوماتنا وأكثر بياناتنا وحساباتنا وأكثر الأشخاص اللي نثق فيهم ونتواصل ونتراسل معهم. انتشر بالآونة الأخيرة بشكل كبير حيل اختراق الواتساب بسبب بعض الجهل من المستخدمين للواتساب، أنه تلاقيه محاط له رقم سري ولا رابط الإيميل ولا البريد الإلكتروني ولا الباسكيل الخدمة الجديدة اللي تقدمها الواتساب نفسها. لذلك يا أخوان احنا دائما ننصح التأكد من تفعيل التحقق بخطوتين بالنسبة للواتساب، وكذلك ربط البريد الإلكتروني في الواتساب وتفعيل الباسكي من خلال الإعدادات والخصوصية. تلاقون هذه الخدمات والمميزات موجودة. الانتباه من استخدام الروابط المرسلة إليك مع التأكد من مصدرها قبل النقر عليها، فهذه من أسهل الطرق للاختراق بياناتك واستنزاف أموالك. ربط حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي ببريد إلكتروني فعال وهاتفك الجوال يحمي بياناتك المالية ومعلوماتك الشخصية من النصب والاحتيال والاستغلال. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ووصلنا معكم لفقرتنا الحوارية اللي نتكلم فيها اليوم عن الأمن السيبراني، ونعرف مع بعض شنو هو وشنو أهم فوائده وشنو بعد أيضا يعني لا أكيد مضار، وشلون نقدر نستفيد منه قدر الإمكان في حياتنا بشكل عام، بما أنه صار التخصص المطلوب حاليا. أكيد. يمكن خلال التقرير اللي طاف زادت حيل طرق الاحتيال الإلكتروني، وصار من الضروري أن الناس كلهم تكون عندهم يعني ثقافة الأمن السيبراني، وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. بالضبط، يعني راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا أن احنا نستضيف معنا في الحلقة اليوم الدكتور باسل العثمان، أستاذ مساعد في الأمن السيبراني بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. صباح خير دكتور باسل، وهلا وسهلا فيك في برنامج عالم هذا الصباح. سهلا مبارك، أنا سعيد جدا في وجودي وياكم في برنامج عالم هذا الصباح تلفزيون الكويت، و
يعني احنا دائما سعداء اكيد بوجودك والتفاصيل اللي دائما تقول لنا اياها وللمشاهدين. بدايه ودنا نتعرف على ابرز التهديدات السبرانيه يعني اللي قاعد تحصل مؤخرا، خلينا نقول ان جنرال في 2024 وبلس بالصيف هذا اللي الحين حاليا قاعد تدرج مع الناس. احنا غالب الاختراقات الحاليه اللي تواجه الافراد اللي هي التصيد الاحتيالي، هم يسمونه فيشينج او الاختراق اللي يكون فيه تصيد. هذا فيه استخدام حيل اللي هي يسمونها الهندسه الاجتماعيه، عاده اللي يتواصلون وياك يكون انت عارفين شويه خبره معلومات لو بسيطه، انت شنو تستخدم من او شنو حساباتك في اي بنك، فهذه أو يجمعون عنك معلومات اسمك عنوانك، فيعطونك شوي الأريحية أنك تتفاعل معهم. عادة يكون التصيد الاحتيالي يكون واقع حقيقي، يعني يكون قراب منك في الأسلوب، في الطريقة، بكيفية الرد عليك حتى. واحدة من طرق يتواصل وياك الشخص يقول لك ألو السلام عليكم، معك فلان فلاني من الشركة اللي أنت تتعامل معها أو البنك اللي أنت تتعامل معه، وطبعا هو يعرف يقول أنت فلان الفلاني، تقول أي نعم، يقول لك أنت ساكن مكان الفلاني، تقول أي نعم، ويبدي يحاول يأخذ منك معلومة بالاستدراج، يأخذ المعلومات، يحاول يأخذ منك أي معلومة. هو الهاكر شنو يبي منك؟ كيف فلوس؟ إذا ما أخذ منك الفلوس يحاول يأخذ منك أي معلومة. أي معلومة معناتها ان قد يتم استخدامها في المستقبل ويتم تصيد، يعني ما صادك اليوم يصدك مره ثانيه بالمعلومات اللي قاعد يجمعها. يعني للامانه حرفنا صاروا، وساعات ما يقولون نفس البنك، ساعات يطلعون بنك هو مو بنكك، فانت اصلا تستغرب اذا كنت واعي، يعني راح تستوعب انه هو قاعد يالف المعلومات. يمكن نورا قالت شيء وايد مهم، اللي هو موسم الصيف او حتى في المواسم يمكن دكتور باسل احنا قاعدين نشوف انه قاعدين يطورون ترى من اساليبهم، يعني عمليات النصب والاحتيال، شلون احنا كافراد نوعي نفسنا، نحمي نفسنا من البرامج هذه ومن عمليات النصب والاحتيال اللي قاعده تحصل. يمكن هم ترى قاعدين يطورون نفسهم، احنا لازم نزيد الوعي كل مره ونطور من هذا النطاق. هو شوف في مثل شنو الهبه، دائما في هاكرز يقول واتس تريندي از اولويز ذير از هاكرز، تمام. يعني الحين مثال الهبه الحين مثلا سفر بالصيف، العطل، أيوة. هذولك في طرق احتيال لهم، يتواصلون وياك مثل الاشخاص، يحطوا لك اعلان يقول لك تعال سعر شاليه للايجار مثلا قيمته لاسعار السوق، وهذه خاصه مالت الشاليهات صارت. اي يعني يمكن الحين فيها نصب احتيال خاصه مالت الشاليهات، وقاعدين ينبهون في ناس يعني طاحوا في هالمشكله، قاعدين ينبهون الناس الثانيين دير بالكم ترى هذه عمليات نصب. هذه يعني لازم يكون، طبعا احنا نتكلم ادوات الامن السبراني الخمسه، في منها التوعية، تمام. التوعية جزء مهم رئيسي، في عندنا التكنولوجيا الأجهزة اللي التعامل في الاختراقات أو الحد من الاختراقات، طبعا في الإدوكيشن هو التعليم والتدريب، زين، وعندنا شيء يسمونه الجي آر سيز اللي هو الجوفرنس والبوليسيز اللي يتحكمون فيها، هذه الأدوات مكملة لبعض الأمن السبراني، فالأويرنس جزء لا يتجزأ أو جزء رئيسي مكمل للأدوات الأمن السبراني الخمسة. إحنا اللي هو التوعية. التوعية نعم، التوعية جزء مهم، توعية المجتمع، في الأشخاص عنده عدة أدوات لحماية نفسه من تلك الهجمات من التصيد الاحتيالي. احنا ودنا بعد نتطرق يعني في نفس الموضوع، ودنا يعني نقول للافراد اللي قاعد يتعاملون مع هالنوع من الاختراقات وهالروابط اللي ترسل لهم وقاعد ياخذون بياناتهم الشخصيه، شلون يقدر هو على الاقل خطوات اوليه انه هو يحمي نفسه؟ خلينا نقول مثلا هو كتب جزء من بياناته واستوعب تدارك الامر انه والله هذيله يعني اختراقات، يعني حلو، فشلون يمكن يحمي نفسه يعني بخطوات بسيطه نعلم فيها المشاهدين؟ اوكي، احنا اول شيء لازم نعي بما ننشره بالانترنت او في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما ننشر المعلومات الحساسه مثل عنوان بيتك، رقمك المدني، اسمك، صوره الحجز مالك، متى مسافر، متى راد، هذه كلها معلومات تعتبر حساسه المفروض ما تنشر في خلال الانترنت. يعني مرات مثال انت نشرت التيكت مثلا، التيكت احتمال كبير يلقي ردتك، يتواصل مع شركه الطيران يقول لك انا مغير التيكت، يعرف انت متى مسافر وبيتك فاضي متى، وانت حاط لهم بعد بوست قبلها عنوان بيتك،
فسهلت عملية الدخول للحرامي لبيتك. وإذا كنت معدد الأغراض الثينكس اللي عندك في البيت بعد ودخولك وخروجك، هذه كلها تعتبر من خصوصيات الفرد ما يجب نشرها. في معلومات الشخصية مثلا رقمك المدني، صورة بطاقتك إذا كانت منشورة أو مسربة، في تي كان ريبورتد، في الأدوات منها الريبورت تسوي لك ريبورت لإلغائها، أن هذه سنسيتيف داتا هاز بين شيرد أو هاز بين ليكت باي ميستيك أو باي انتنت، يعني أن تقدر في طرق معينة للحدها أو لإيقاف نشرها مرة أخرى. هذه كلها أدوات أنت بيدك أنت كشخص تقدر تستغلها. ممتاز. شلون أنا أتأكد أن الأمان اللي موجود بأجهزتي، سواء بالموبايل، بالكمبيوتر، بالأجهزة الحديثة اللي موجودة عندي، وحتى في بيوت الحين جديدة قام يصير عندهم صح كل شيء بالتليفون، بس أقدر أتحكم. شلون أنا أتأكد أن بالأمان اللي موجود بهذه الأجهزة كفرد؟ احنا طبعا احنا في اكثر من طرق. اول شيء لما نتكلم عن اجهزه البيت الاي او تي ديفايسز، السمارت فون، سمارت هومز كلهم، وسمارت سيتيز داشين فيها المدن الذكيه. الحين لو نتكلم عن السمارت هومز مثال، انت عندك دخولك الذكي داخل البيت صح، من السويتش، السويتشات البيت، عندك الكاميرات، عندك السمارت فريج. الحين السمارت فريج انك تعرف الثلاجه شنو اغراض الثلاجه تكون عن بعد، وهذه كلها يوزنج اي او تي ديفايسز والسمارت. احنا شلون نحمي نفسنا من اختراقات تلك الاجهزه المشبوكه في الانترنت في البيت؟ اول شيء احنا كفرد لازم نتاكد ان هذه الشركه اول شيء سستينبل، ان تكون شركه معتمده ومستدامه، تمام، ان ما تكون لها جزء معين بس فقط لمده سنه واحده عندها نزلت المنتج وتقص فين الحبل، اي وبعدين ما في ابديت على السكيورتي، ما في اي تحديثات للسكيورتي، فنتاكد ان سستينبل ديفايس. اثنين، اول شيء نسويه نغير الباسورد، نحط باسورد سترونج باسورد، ونتأكد احنا كأفراد يعني عالي الدقة الباسورد لازم يكون اي وهي فيها ذكاء استخدام الباسورد، انه ما يكون صعب لدرجة اني انا انساه. فاحط لي انا فترة كل 3 اشهر مثلا، كل 3 اشهر 6 اشهر اغيره مرة على الاقل، وعلى اساس انه تو افويد اللي هو البروت فورس اتاك او ديكشنري اتاك. عندك ثاني نقطة اللي هي الاهم، اللي هي اذا كان فيها تو فاكتور اوثنتيكيشن اللي هي التحقيق الثنائي، هذه مهمة استخدام الـ OTP على أساس أن أحط لاير ثاني حق الهاكر. التحقيق الثنائي اللي هو مثلا أنا أحط الباسورد يريد مرة ثانية OTP اللي هو على المسج، أنه عشان يعني يتحقق أن هذه أنا صح. بالضبط إن واو صح. بس حلوة هذه التبس يس، هذه إضافة لاير ثاني حق السيكوريتي حق الديفايسز. نفس الشيء نستخدم إحنا، أنه متأكد مواقع التواصل الاجتماعي بحماية نفسنا منها. نتأكد أول شيء إيميلي اللي أقدر أدخل عليه حالياً عندي أكسس عليه. اثنين، رقم تليفوني الحالي اللي شغال وياي فعال، رابطهم أنا بالحساب مالي، أول خطوتين هذول أسويهم. ثالث خطوة أتأكد الباسورد مالي يعني مغيرة for the last six months آخر 6 أشهر، نعم، ويكون combination يكون capital letters small letter numbers and characters يكون متنوعي ويكون ما يقل عن 12 إلى 16 كاركتر، يعني يكون أكثر، ويكون مثلا كلمات أنت تعرفها ما حد يعرفها، نفس common name، يعني مو مثلا تتكلم عن السماء زرقاء أو تكون 123KDD أو 123ABC أو كلمات هذه المعتادة ممكن المعتادة الدارجة، نعم. أو نقدر نقول مثلا ثالث نقطة اللي هي تفعيل التو فاكتور اوثنتيكيشن. التو فاكتور اوثنتيكيشن اللي هي التحقيق الثنائي، هذه النقطة الأخيرة لمواقع التواصل الاجتماعي والإيميل نفس الشيء، البريد الإلكتروني. حلو ان الواحد انه يعني يحفظ نفسه ويحس بامانه، بس هم ليش يبون يخترقون البيت الذكي؟ هم شنو يستفيد يعني اللي بيشوف فليتاتنا ولا بيشوف ثلاجتنا، انه شنو يستفيد؟ بالاخر هم يبون اموال صح؟ اي هم شنو يستفيد؟ رد مره ثانيه، الهاكرز يبي شيئا منك، يا فلوس اي اذا ما اخذ فلوس يحاول ياخذ معلومات عشان يبتزك يبتزك او يبتز غيرك. يعني ياخذ مثال، حاول اي معلومه ترى قيمه تعتبر، مثال اخذ مثلا فيديو ريكورد عنك يبتزك فيها، اذا ما اخذ فيديو ريكورد صور مسربه معلومه معينه عن يكون مثلا عن شخص معين، الكونتاكت ملوتك
إذا عرف الكونتاكت مالتك ويروح على الأشخاص المقربين اللي أنت دائما تتواصل معهم، فبعد همّن أنه هو يحاول يستدرجهم. هو لو أقول لكم الهاكرز يستقصد منه الضحايا عادة، لما هذا الضحية موجود ما يبي القراب يمك اللي أنت كلوز تقدر تتوخر عنهم، يحاول الدرجة الثانية الثالثة يروح لهم. ليش؟ عشان ما يصير تواصل؟ على أساس أن أنت متحرج منهم ويحاول يتزك منهم، يقول لك هذه المعلومات المسربة سوف أسربها إلى فلان 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 فلان. مثلا الأشخاص الدرجة الثانية الثالثة، العمام الخوال الأشخاص اللي أنت اجتماعيا مثلا، الأصدقاء الأبعاد مثلا، فأنت محافظ على صورة نمطية معينة فأنت متخوف في هذا فيبتزك فيهم. أما الأشخاص المغربين لا يصدهم، اي عشان انا ممكن يصير حوار ويتخذون يعني يقول ويحاول يبتزك فيهم، يقول لك انا سوف اسرب فلان الطريقه الفلاني فلان فلاني حق الاشخاص الفلانيين. عسى الله يحفظنا احنا ومشاهدينا من هالاختراقات فعلا يعني خطره. انا ودي اتعرف ان شلون احنا كافراد ممكن نحن نتعاون مع الخدمات الحكوميه اللي هي ايضا تعزز الامن السبراني في المجتمع. الخدمات الحكومية طبعا لو نطلع على الخدمات الحكومية الدولية في العالم شنو يقدمون لنا، أغلب الدول يقدمون خدمات تدريبية توعوية، يقدمون لنا خدمات تكون حق الريبورت حق إذا كان مثلا واحد في حالة معينة صار له اصطياد إلكتروني يتعامل معه. شفت في بعض الدول يكون عندهم التعامل مع الجمعيات النفع العام الخاصة في ضحايا الإنترنت أو في ضحايا السوشيال نتورك. احنا في الكويت عندنا هني في عندنا ريبورت، في تقارير تقدر تسوي ريبورت اذا الاشخاص اللي تصيد الاحتيالي عندك، في عندنا حملات توعويه من البنك المركزي شفناها في مباحث الالكترونيه كلها هذه حملات توعويه خاصه في التعامل مع التصيد الاحتيالي. ونزيد عليها النهاو القانونيه من الناحيه القانونيه بكيفيه التعامل اذا انت طحت ضحيه اصطياد الكتروني، في منحنى قانوني انك تتخذ كيس احنا نسميها او تفتح قضيه على الشخص المحتال او النصاب اللي حاول او خذ منك اموال او معلومات حساسه منك. نعم. دكتور باسل العثمان يعطيك الف عافيه، يعني ما شاء الله انت اعطيتنا نصائح وارشادات وشلون احنا نقدر نتعامل، يعني يمكن في اللقاءات المستقبليه ان شاء الله راح نوعي اكثر واكثر مشاهدينا الكرام في هذا الجانب، وهو جانب مهم ترى حمايه بياناتنا الشخصيه خاصه الالكترونيه في هذا الموضوع. مشكور وايد على حضورك اليوم معنا في البرنامج. الساعه المباركه، وانا سعيد جدا في وجودي في العالم هذا الصباح. احنا بالاكثر اكيد. شكرا طبعا لضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور باسل العثمان، استاذ مساعد في الامن السبراني بكليه العلوم والتكنولوجيا، وشكرا طبعا لكم مشاهدينا على يعني مشاهدتكم لهذا اللقاء من خلال يعني يمكن حديث الدكتور باسل عن هذا الموضوع وهو الامن السبراني. فاصل مشاهدينا ونرجع معكم ان شاء الله.